بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق التوسل إلى الله بالأشخاص، وأنه لم يثبت به حديث، يعني التوسل بذوات المخلوقين إلى الله لم يثبت فيه حديث، وإنما المرويات فيه إما ضعيفة وإما موضوعة، وإنما الذي ثبت هو توسل بدعاء الصالحين، توسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم. ومما ورد في توسل بذوات الصالحين ما روي عن هؤلاء الأربعة: عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الملك بن مروان. نعم. ورواه من طريق إسماعيل ابن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعه. ثم قالوا: قم يا عبد الله ابن الزبير، فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس. ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء، وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك، إلى آخره. كل هذا فيه توسل المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الصحابة الثلاثة وعن عبد الملك ابن مروان من التابعين، وهذا غير صحيح، لم يثبت عن هؤلاء، لأن هذا فيه توسل بالمخلوقين ولا يليق بهم ذلك، وأيضا سنده لا يحتج به،
قلت وإسماعيل ابن أبان الذي روى هذا ابن أبان وإسماعيل ابن أبان الذي روى هذا الحديث عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعني المأمون. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني متروك. وقال الجوزجاني ظهر منه على الكذب. وقال أبو حاتم كذاب. وقال ابن حبان يضع على الثقات. وطارق ابن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، فإن طارق ابن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة. نعم، فهذا الذي روي عن هؤلاء الأربعة هذا سنده فيه كذاب ومجهول فلا يحتج به. نعم. وقد خولف فيها فرواه أبو نعيم عن الطبراني قال حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله ابن عمر فقالوا تمنوا، فقال عبد الله ابن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق. والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة. قال فنال. وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة. قال فنال. هذا واقع هؤلاء الصحابة، فابن الزبير تولى على الحجاز ومصعب أخوه تولى على العراق وعروة أخذ العلم وأخذ عنه العلم فهو أحد الفقهاء السبعة، وعبد الله بن عمر كان معروفا بالزهد والعبادة والإعراض عن طلب الدنيا، هذا واقعهم، لكن هذا ما ثبت أنهم قالوا هذه المقالة. نعم. قال فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له. قلت وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وهو ليس فيه توسل بالمخلوقين، هذا لو ثبت ليس فيه توسل بالمخلوقين، وما ذكر فيه نالوه. نعم. قلت وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم وليس فيه سؤال بالمخلوقات. أي نعم، إنما سألوا الله بدون توسل بأحد. نعم. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادع بكذا وكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. نعم، فالأحاديث الضعيفة لا تكون دليلا، وكذلك الرؤى والأحلام لا يبنى عليها أحكام شرعية، لا يبنى عليها أحكام شرعية، وكذلك حصول المقصود لا يدل على الجواز، وكذلك كون الشيء فيه مصلحة لا يدل على مشروعيته إلا إذا لم يعارض هذه المصلحة ما هو أرجح منها كما يأتي، فلا يعتمد في أمور الدين على هذه الأمور، لا على الأحاديث غير الثابتة ولا على الأحلام والمنامات ولا على حصول المقصود لمن دعا ولا على ما في الشيء من المصلحة حتى تكون هذه المصلحة راجحة. نعم، هذا أصل عظيم في الاستدلال،
وهذه الأمور هي التي يبني عليها الخرافيون، هذه الأمور الأربعة هي التي يبني عليها الخرافيون، وليس عندهم أدلة صحيحة من الكتاب والسنة. نعم. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادع بكذا وكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء، وقد ذكر لا يجوز أن يكون الرؤى والأحلام دليلا يبنى عليه الأحكام الشرعية، لا سيما العقيدة، سيما في أمور العقيدة. نعم. وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير ابن محمد ابن كثير ابن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ، قال ما هو؟ قال الدبيلة، قال فتحول الرجل فقال الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي، قال فجس بطنه قال قد برئت ما بك علة. قلت هذا من الكذب أيضا، أن هذا الرجل فيه مرض خطير ثم توسل بمحمد فشفي، هذا مخالف للأدلة الصحيحة، ولا يعتمد حكاية، هذا مجرد حكاية لا يعتمد عليها. نعم. قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع. نعم. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو جائز بالإجماع وهو التوسل بدعائه، وهذا إنما يكون في حياته ووجوده عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فلا يتوسل بدعائه، لأنه لا يدعو وهو ميت، دعاء عمل فالميت انقطع عمله. أما إذا كان المراد التوسل بذاته فهذا محل النزاع، والأكثر على منعه. منهم من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، لكن هذا قول ليس عليه دليل، وأيضا ليس عليه إلا قلة من أهل العلم. نعم. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصوده لا نزاع بين الناس في جواز هذا الشيء، لكن هذا إنما يكون في حياته ووجوده صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. نعم. هو قال به بجوازه بعض العلماء، والأكثر على منعه، والقاعدة أن ما تنازع فيه العلماء واختلفوا فيه يرد إلى الكتاب والسنة، فما شهد له الدليل يقبل وما خالف الدليل يرد. قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخلاف لا بد منه، والنزاع لا بد أن يحصل، لكن الله جل وعلا جعل لنا مرجعا نرجع إليه يحسم النزاع والخلاف، أو الكتاب والسنة. نعم. وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في الشريعة. نعم. هذه قاعدة، حصول الشيء لمن طلبه
لا يدل على جواز ما فعل إذا لم يكن هناك دليل من القرآن أو من السنة، فمجرد حصول حاجته لا يدل على الجواز. الذين يدعون عند القبور ويدعون الأصنام يحصل لهم مقصودهم، وهذا لا يدل على الجواز، لأنه حصول المقصود قد يكون وافق قضاء وقدرا، لا أنه بسببها، لا أنه حصل بهذا السبب، وإنما حصل لأن الله قدره في هذا الوقت. وإما يكون استدراجا للإنسان أعطاه الله، وإن لم يكن عمله جائزا من باب الاستدراج له، وهذا عقوبة له، الاستدراج عقوبة من أجل أن يتمادى في غيه. نعم. وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه. نعم، كثير من المشركين تحصل لهم مقاصدهم في دعائهم غير الله. هل أحد يقول إن هذا جائز لأنه حصل مقصود الداعي والسائل؟ لا أحد يقول هذا. نعم. وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، يحصل على حاجته. نعم. وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه. وكذلك بعض الناس يدعو بأدعية محرمة لم يشرعها الله ولا رسوله ويحصل له غرضه، فليس هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي دعا به أنه جائز. نعم. الدعاء توقيفي، لا يدعى الله إلا بشيء ثبت أو يوافق ما ثبت في الكتاب والسنة، لأن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية. نعم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحا. نعم. فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. كذلك لا يدل على جواز الشيء كونه فيه مصلحة، مجرد مصلحة حتى ينظر هل هذه المصلحة خالصة وليس فيه مضرة، أو هذه المصلحة راجحة على ما فيه من المضرة، فيكون هذا مشروعاً إذا كان مصلحة راجحة، أو مصلحة راجحة إذا كان مصلحة خالصة، أو مصلحة راجحة، فهذا يكون مشروعاً. أما إذا كانت المصلحة مرجوحة والمفسدة راجحة فهذا لا يكون مشروعاً أبداً. نعم. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. الخمر يكون فيها مصلحة، وكذلك الميسر يكون فيه مصلحة جزئية، لكن ما فيهما من المضرة أعظم، ولذلك حرمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. نعم. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كان وإذا كانت المصلحة راجحة فإن الشيء يكون مشروعا، مثل الجهاد. الجهاد فيه مضرة، في قتل، في جراح، وفيه إنفاق من المال، لكن مصالحه أرجح،
فيه نصر للدين وإذلال للكفر، نصر للتوحيد، فمصالحه راجحة على ما فيه من المضار، فلذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته. كذلك الصيام فيه مضرة على الإنسان بمنعه من الأكل والشراب ومشتهياته المباحة، لكن فيه مصلحة راجحة وهي الثواب. وكذلك قيام الليل فيه تعب وفيه سهر مشقة على النفس، لكن فيه مصلحة راجحة، لذلك كان مشروعا. نعم. فلا بد من المقارنة بين المصالح والمفاسد في الأشياء. نعم. فهذا أصل يجب اعتباره. نعم. وهو لكن النظر في المصالح، هل هي خالصة أو هي راجحة أو هي مرجوحة. نعم. فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي. هذا هو الأصل، لا بد أن يكون بدليل شرعي، لا سيما في أمور العبادة، فإن العبادة توقيفية، فلا بد من دليل شرعي على مشروعيتها. نعم. ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. نعم. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. المباح مثلا ليس عبادة، هذا مباح، إن فعلته فلا إثم عليك، وإن تركته إن فعلته فلا ثواب فيه، وإن تركته فلا إثم فيه. إنما العبادة ما كان واجبا أو مستحبا، هذه العبادة واجبا أو مستحبا، لا يكون فيها شيء مباح، ومن باب أولى لا يكون فيها شيء مكروه أو محرم. نعم. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة، والدعاء لله تعالى عبادة وإن كان المطلوب به أمرا مباحا. والدعاء عبادة، فلا يشرع منه شيء إلا بدليل، لأن العبادات توقيفية، السؤال بالمخلوقين، السؤال بالمخلوقين هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فليس بعبادة، لأن الله لم يشرعه، ولأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، السؤال به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الذي أشار إليه في أول الكلام، يقول فيه نزاع، السؤال بالنبي خاصة فيه نزاع، والنزاع يرد إلى الكتاب والسنة. نعم. الذين قالوا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين منعوا منه، الذي يحكم بينهم هو الكتاب والسنة. نعم. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. نعم. أما الشرك وعبادة غير الله فهذا لم يقل به أحد من المسلمين، لم يقل، بل أجمعوا على تحريمه وعلى
إثم فاعله، بخلاف السؤال بالنبي فيه نزاع، ولكن يرجع إلى من معه الدليل في ذلك. نعم. وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه. حديث الأعمى الذي سبق هو من هذا، لأن كل هذا الكلام كله بعد حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادعوه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، أن يصلي ركعتين، وأن يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يشفع فيه نبيه أي بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب من الرسول أن يدعو الله له أول ما جاء، أن يدعو الله له، والدعاء شفاعة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه بصره، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فهذا لا نزاع في جوازه، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل توضأ وصلى ودعا بعد الصلاة، هذه أسباب للإجابة، فهذا ليس من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا نزاع فيه. نعم. وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره. نعم. قال ادعو الله أن يرد علي بصري. نعم. فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها. فقوله أسألك بنبيك يفسره أول الحديث ادعو الله لي، فمراده أسألك بنبيك أي بدعائه، أي بدعاء نبيك. نعم. يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. هذا كله لا إشكال فيه، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله، يشفع له عند الله في الدعاء، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره، فهذا لا إشكال فيه ولا أحد ينازع بهذا، إنما النزاع في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذوات المخلوقين. نعم. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وشفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. نعم. شفاعته أي دعاءه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب. نعم. هذا يدل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه دعا له في الحال رد الله عليه بصره. نعم. وبركة دعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. والمخرفون يقولون عن حديث
الأعمى هذا إن فيه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث يرد عليه. الحديث قال للرسول ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال له صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال ادعو. الحديث واضح لأنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وبشفاعته، والشفاعة معناها الدعاء. نعم. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، رواه البيهقي من حديث عثمان. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة، كتاب ضخم دلائل النبوة، ذكر فيه هذا الحديث وأنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البيهقي من حديث عثمان ابن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة ابن خزيمة عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت. قال فادعو، فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، يعني تصبر. نعم. وإن شئت دعوت. قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. قال فقام وقد أبصر. نعم. شفعه فيا واضح، شفعني فيه يعني اجعله شافعا لي، أو شفعني فيه يراد به الدعاء الذي بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لأن الدعاء يسمى شفاعة، فأنت إذا دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد شفعت له، وهو صلى الله عليه وسلم إذا دعا لك قد شفع لك، فالدعاء يسمى شفاعة. نعم. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها رواه النسائي وابن ماجه أيضا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. الغريب ما تفرد بروايته واحد، هذا الغريب ما تفرد بروايته واحد، يعني غريب السند وليس غريب المعنى، غريب السند. نعم. يعني لأن حديث الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. نعم. المشهور ما رواه ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد، ما تفرد به واحد. نعم. وأما ما زاد عن ثلاثة هذا متواتر. نعم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا وقع في الترمذي. وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. نعم. وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قوله اللهم شفعه فيا. نعم. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقتضى، اللهم شفعه فيا. اللهم شفعه فيا، هذا يفسر قولها توجه. توجه به المراد به طلب أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البيهقي رويناه أن المراد السؤال بجاهه، السؤال بجاهه بدعة، بجاه الرسول أو بجاه فلان أو فلان هذا بدعة. نعم. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح ابن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرئ. قال وكذلك رواه حماد عن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح ابن عبادة كما ذكره البيهقي. قال أحمد حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادع الله أن يعافيني، قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادع الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه في. قال ففعل الرجل فبرئ. الحديث بجميع طرقه ورواياته كله يدل على أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، فدعا الله له فشفاه الله رد عليه بصره، فليس فيه متعلق لمن يتوسلون بذوات المخلوقين من الأنبياء وغيرهم. نعم. ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتي الميضاء فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري، اللهم فشفعه فيا وشفعني في نفسي. نعم. فكل طرق الحديث تدل على أن الأعمى طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشفع له عند الله بأن يدعو له الله جل وعلا، ولم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضها شفعوا في وشفعني فيه، وفي بعضها شفعني في نفسي يعني بدعائي، شفعني بنفسي يعني بدعائي لنفسي. نعم. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضر قط. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له في الحال. والعادة أن العمى يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى طول مدة، وهذا الرجل في الحال شفاه الله وارتفع عنه العمى ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. مثل يوم يبصق في عين علي من الرمد الذي أصابه فبرأ كأن لم يكن به وجع، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن، فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة بن سهل، وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه فيا وشفعني فيه. هذه المخالفة في المتن. نعم.
وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه فيه وشفعني فيه وفي هذه وشفعني في نفسي. نعم جاء شفعه فيه فقط، جاء شفعه فيه وشفعني فيه، جاء شفعه فيه وشفعني في نفسي، والمراد قبول الدعاء، قبول دعائه، قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبول دعائه هو لنفسه، يعني هو دعا أيضا، دعا لنفسه. نعم توضأ وصلى ودعا. نعم لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر، ورواه البيهقي من هذا الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة. نعم القصة هي في وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن رجلا كان يأتي إلى عثمان يطلب منه شيئا، فعثمان رضي الله عنه يعرض عنه، يعرض عنه ولا يستقبله، فالرجل لقي عثمان بن حنيف، لقي عثمان بن حنيف ذكر له إعراض عثمان رضي الله عنه عن حاجته، فأمره أن يتوضأ، يعني مثل ما فعل الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره أن يفعل مثل ما فعل الأعرابي وأن يدعو بدعاء الأعرابي، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسوغ هذا؟ هذا محل نظر، لكن استدل به بعض العلماء على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرواية، توسل به بعد موته، لا يعني بذاته صلى الله عليه وسلم. نعم انتبهوا لهذا. نعم. ورواه البيهقي من هذه الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته، وهي قصة الرجل الذي جاء إلى عثمان بن عفان خليفة. نعم وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة، يعني طلب الدعاء منه بعد موته، هذا قصد توسل به بعد موته، يعني طلب الدعاء منه بعد موته، ومعروف أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته. نعم رواه من حديث إسماعيل ابن شبيب ابن سعيد الحبطي عن شبيب ابن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاء فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك. قال فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال انظر ما كانت لك من حاجة، فذكر حاجته فقضاها له، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان ابن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال عثمان بن حنيف ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير وشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن حنيف رضي الله عنه أمر هذا الرجل بالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي جاء في حياته، والذي جاء في حياته ودعا لهذا ما في إشكال، لكن الإشكال أن عثمان قاس حالة هذا الرجل مع عثمان بن عفان على قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته،
ولكن هذا فيه إشكال. سيتكلم عنه الشيخ فيما يأتي. نعم. فيكون هذا شبيها بقصة العتبي التي مرت، الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له، لأن الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول. فما حصل من عثمان بن حنيف في خلافة عثمان يشبه قصة العتبي تماما. نعم. فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه ضرير وشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال له: يا رسول الله، ليس لي قائد وقد شق علي. فقال: ائت الميضاءة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. نعم. قال البيهقي: فعثمان بن حنيف رضي الله عنه قاس حالة هذا الرجل على حالة الأعرابي الذي جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق واضح بين المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والمجيء إليه بعد موته، أن هذا لم يقل به أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة أنهم يذهبون إلى الرسول وهو في قبره ويطلبون منه الحوائج وأن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. نعم، هذا مخالف للأصول. نعم. قال البيهقي: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله، وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد قال: ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف، ولم يذكر إسناد هذه الطرق. قلت: وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق، من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة، ولم يروه أحد من هؤلاء للترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة، طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم، لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين، فرواه من حديث عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني، سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت، قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال الحاكم: على شرطهما. ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد وقد شق علي. فقال: ائت الميضاءة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط. قال الحاكم: على شرط البخاري. وشبيب هذا صدوق روى له البخاري، لكنه قد روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب
وقد ظن أنه غلط عليه، ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه، مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي، بزيادة كان ذلك عليه في الحديث، لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال: فشفعه في وشفعني في نفسي، وأولئك قالوا: فشفعه في وشفعني فيه. ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي، فيطابق قوله وشفعه في. قال أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال ولم يصل، قال أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال ولم يصنف في فنه مثله، مثل أسماء الرجال مثل الكامل ابن عدي، قال مرجع من المراجع في أسماء الرجال. قال أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال ولم يصنف في فنه مثله: شبيب بن سعيد الحبطي، أبو سعيد البصري التميمي، حدث عنه ابن وهب بالمناكير، وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة، وذكر عن علي بن المديني أنه قال: هو بصري ثقة، كان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وجاء بكتاب صحيح، قال: وقد كتبتها عن ابنه أحمد ابن شبيب، وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج، أحدهما عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي: ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير، وحدثني روح بن الفرج الحديثين اللذين أمليتهما، يرويهما ابن وهب عن شبيب. وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب ابن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو ألا يتعمد شبيب هذا الكذب. قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح بن القاسم، وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم، وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابنه، لكن لم يتقن لفظه كما أتقنه ابنه، وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي، فعلم أنه محفوظ عنه. وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب، وهذا صحيح إن كان قد غلط، وإن كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينيك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة، فلهذا لم يحيل الغلط عليه، والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر، مثل إسماعيل ابن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين، ومثل سفيان ابن حسين فيما يرويه عن الزهري، ومثل هذا كثير، فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي، وهذا محل نظر. المهم أنا كله بحث في أسانيد هذه القصة، قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء،
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره، وأن هذا ليس من التوسل بذات النبي، وإنما هو من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وهنا لا إشكال فيه، لا إشكال لا في سنده ولا إشكال أيضا في متنه ودلالته، بل هو يمشي على الوصول. إنما الغرابة في قصة عثمان بن حنيف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو أنه أمر الرجل أن يعمل مثل ما عمل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أمره أن يعمل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يطلب منه استغفار ولا دعاء. نعم، هذا محل الغرابة. نعم. وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد، رواه من حديث أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان في حاجة له. هذه الغرابة في هذا. نعم. أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاءة فتوضأ، ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، ورح حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان ابن عفان فأجسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك. فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فاتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان ابن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال له عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت الميضاءة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمير ابن يزيد، وهو ثقة تفرد به عن عثمان ابن عمر عن شعبة، قال أبو عبد الله المقدسي: والحديث صحيح. قلت: والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه، ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة، وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر. وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابنه، بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك، بل في حديث الأعمى أنه قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، أو قال: في نفسي. وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي، فلم يتقن الرواية. وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد ابن سلمة فقال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة ابن خزيمة عن عثمان ابن حنيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. قال: اذهب فتوضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك على ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. فرد الله عليه بصره. قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير ابن يزيد، وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة،
ثم ذكر الحديث من طريق عثمان ابن عمر عن شعبة. قلت: وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي، مثل طريق روح بن القاسم. وفيها زيادة أخرى وهي قوله: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، أو قال: فعل مثل ذلك. وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان ابن حنيف، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة. واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى، وقوله وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك، بل قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك. وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. هذا مدار الغرابة، أن عثمان بن حنيف ظن أن ما يفعل في حياته من طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يفعل بعد وفاته فيطلب منه الدعاء، وهذا غريب من حيث أن أحدا لم يقل أو لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته أنهم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن ذلك غير مشروع ولا يجوز. نعم. وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعض. هذا من اجتهاد عثمان بن حنيف رضي الله عنه، من اجتهاده، وظن أن حالة الحياة أن حالة الموت مثل حالة الحياة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منه ولم يوافقه عليه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. هو النتيجة وظن أن هذا مشروع بعد موته. هذا أما مسألة الأسانيد والزيادات اللي في الروايات هذا من جهة التحقيق واستقصاء الروايات، وأنتم تعرفون شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا دخل في شيء أفاض فيه ولم يخرج منه حتى يتقنه إتقانا ويلم به إلماما واسعا. نعم. وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك. نعم. فإن في وظن أن هذا يشرع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر الرجل أن يفعل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى. هذا ما هو بأعمى، هذا الأخير ما هو بأعمى، لكن له حاجة عند عثمان بن عفان الخليفة وله ما هو بأعمى، فظن عثمان رضي الله عنه أن هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا غير صحيح. نعم. وظن زياد منه رضي الله عنه. نعم. وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك. فإن الحديث يناقض ذلك، الحديث الذي استدل به عثمان بن حنيف ما جاب شيء من عنده، استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعمى الذي جاءه في حياته، وظن أنه يشمل ما بعد الموت اجتهادا منه. نعم. وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: اللهم فشفعه فيا. وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، الرسول إنما يكون داعيا وشافعا في حال حياته،
أما بعد موتي فلا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا شيء. فكون عثمان بن حنيف فهم هذا الفهم، هذا لا يسلم، في فرق بين الحياة والموت. نعم. لكن قد يرد إشكال، وقد أجاب عنه الشيخ فيما سبق، وهو أن هذا الرجل الذي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حصل له مطلوبه، لما نفذ ما أمره به عثمان بن حنيف حصل له مطلوبه، فهذا يدل على جواز هذا الأمر. هذا أجاب عنه الشيخ فيما سبق، أن حصول المطلوب لا يدل على الجواز، حصول المطلوب لا يدل على الجواز، فقد يحصل المطلوب للذين يعبدون الأصنام ويعبدون القبور، يحصل لهم مطلوبهم، لكن هذا ليس بحجة. نعم. وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم، يعني في حياته في الدنيا وحياته في الآخرة يطلب منه، ولذلك يطلب منه الخلائق في الآخرة أن يشفع لهم عند الله الشفاعة العظمى، هذا لأنه صلى الله عليه وسلم حي حاضر في ذاك الموقف، ويطلب منه في حياته في الدنيا كما طلب منه الأعمى. أما في حالة موته صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، ولا يطلب من الأموات شيء، لا الرسل ولا الأولياء ولا غيرهم. نعم. وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي مناقشته، يعني جاءت لفظة اللهم شفعه في وشفعني في نفسي وشفعني فيه، شفعني فيه، هل أحد يشفع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه يأتي مناقشة في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يدعو بقوله اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول هذا، أسألك بحبك لمحمد، هذا لا علاقة للسائل فيه، لا علاقة للسائل فيه، وإنما يقول أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عملك، محبتك لرسول الله أو محبتك لله هذا عملك تتوسل به إلى الله. نعم. أما أن تطلب بعمل غيرك لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم الدعاء والسؤال بهذه الأدعية أسألك بما سألك به عبادك الصالحون؟ طيب، أسألك بما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، تدعو بدعواتهم. نعم. والسؤال بقوله وأسأل، لا أنك تتوسل بدعائهم، وإنما لأن دعاهم هذا عملهم هم، وإنما تسأل الله بمثل ما سألوا الله عز وجل. نعم. وكذلك السؤال بقوله وأسألك بحقك على خلقك وأسألك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه لم يرد هذا. نعم. وأسألك بحق الطائفين حول عرشك، هذا سبق، أسألك بحق السائلين، أن معناه أي حق السائلين على الله هو إجابتهم، والله جل وعلا قريب مجيب، فهذا صفة من صفات الله، أن تتوسل إلى الله لأنه يجيب السائلين، هذه صفة من صفات الله، والتوسل بصفات الله مشروعة، التوسل بأسمائه وصفاته مشروعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء الذي ذكره عثمان ابن حنيف وقت الضرورة؟ وماذا على من دعا بهذا الدعاء من الإثم رغم أن الذي قد دعا به قد قضيت حاجته؟
قد قضيت حاجته أجبنا عنه، إن هذا لا يدل على الجواز، وهذا ذكره الشيخ فيما سبق. والدعاء عند الضرورة أن تدعو الله بحاجتك، يا من يجيب دعاء المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا، ولا تدعو بما دعا به الأعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو بهذا، وإنما تدعو بحاجتك إلى الله عز وجل، مثل ما قال أيوب عليه السلام، يعني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتدعو الله في حالتك وضرورتك وفقرك، توسل الله بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس مجرد كون الدعاء قد حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة. الدعاء غير المشروع، هو يقصد الدعاء المشروع، هذا ما في إشكال، ولكن قصده الدعاء غير المشروع، مثل أسألك بنبيك، هذا غير مشروع. أسألك بنبيك يعني تقسم على الله بالمخلوق، أو أسألك بفلان الولي من عبادك، هذا غير مشروع، ولو حصل المقصود فإنه لا يدل على الجواز. نعم، هذا قصد الشيخ، إذا دعا بدعاء غير مشروع وحصل له المقصود، هل هذا يدل على جواز ذلك الدعاء؟ لا، هذا منه غير مشروع فلا يدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذه القاعدة سماع الأشرطة التي فيها قصص وعظية وفيها مخالفات واهتدى الناس بسبب سماعها، فهل هذه تنكر؟ لا يجوز هذا. الأشرطة يجب أن تكون صافية من الكذب وصافية من الشرك والبدع، وأن تكون الأشرطة موافقة لكلام الله وكلام رسوله وكلام المحققين من أهل العلم. أما أشرطة فيها اختلاط بين حق وباطل فهذا لا يجوز الاستماع إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تعبير الرؤى هو علم يتعلم أم هو هبة من الله؟ وما الضابط في المعبر للرؤى حيث كثر أولئك المعبرون؟ تعبير الرؤيا ليس بالتعلم، هذا شيء إلهام من الله وفراسة يجعلها الله في بعض الناس، بحيث يستنبط من حال الشخص، يستنبط أن رؤياه تدل على كذا وكذا، من حال الشخص الرائي. الناس يختلفون، الرؤيا قد تكون واحدة لعدة أشخاص، وكل واحد له تأويل غير تأويل الآخر نظراً لاختلاف أحوالهم. فتعبير الرؤيا ما هو شيء متوارث أو شيء يتعلم، وإنما هو شيء يجعله الله في بعض الناس دون بعض. ثم هو أيضاً ظني، هو ظني وتوقع وليس هو يقين، قد يصيب وقد يخطي. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سندين لقصة الأربعة، وقد قال قبل إيرادها في الباب: وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، ثم ذكر القصة، وبعد إيراد السند الثاني قال: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد. إسناد خير من ذلك الإسناد، قصده الذي ليس فيه توسل بالصالحين، وإنما فيه أن كلا تمنى أمنية طيبة ولم يقل أدعوك بكذا وأدعوك بكذا. نعم، ففي فرق بين القصتين، واحدة فيها توسل بالمخلوقين، هذه لا غير ثابتة، وواحدة ليس فيها توسل بالمخلوقين، هذه لا شيء فيها. إن الإنسان يتمنى أن يكون كذا، يتمنى يكون عالم، يتمنى يكون عابد، يتمنى الملك، ما في هذا، أمور مباحة ولك أن تتمنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ما المقصود بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بجسده
المقصود بذاته الإقسام بالمخلوق على الله. أسألك بنبيك أي أقسم عليك بنبيك، لأن الباء باء القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بآثار الصالحين؟ لا، ليس هناك خلاف أن هذا لا يجوز، تبرك بآثار الصالحين لا يجوز عند الجميع، لأنه وسيلة إلى الشرك. وإنما الذي يجوز التوسل بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ريق أو عرق أو شعر، هذا هو الذي يتوسل به لثبوت الأدلة بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، ولهذا لم يتبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان، لم يتبركوا بها، مع أنهم من أصلح الأمة وخير الأمة، دل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. التبرك بريقه أو بعرقه أو بشعره عليه الصلاة والسلام أو بفضل طهوره، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا يجوز التوسل والتبرك، لا يجوز التبرك بالصالحين. نعم. وفي كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو ذلك، فيه باب في كتاب التوحيد أن هذا لا يجوز إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التوجه بالمخلوق إلى الخالق وبين سؤال الله بحق المخلوق على الخالق؟ هو سواء التوجه بالمخلوق إلى الخالق أو التوسل بالمخلوق إلى الخالق، معنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالمنافع التي وردت في آية الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟ يقولون هذا كان لأن الخمر حرمت بالتدريج، لأنها كانت مستغرقة في الناس ومتمكنة منهم، فلو نهوا عنها من أول الأمر، لو نهوا عنها نهيا باتا شق ذلك عليهم، فالله تدرج بهم. أولا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولا شك أن العاقل لا يأخذ المنفعة الجزئية في جانب المضرة التي أكبر منها، فهذا فيه ترخيص للخمر في نفوس المؤمنين ولأجل أن يتركوها. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرمها في حالة دون حالة، ثم في المرحلة الأخيرة حرمها بتاتا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فحسمها في النهاية لما تدرج بهم وهم تخففوا منها ورخصت عليهم، عند ذلك حسم الأمر فيها سبحانه وتعالى. وفي النهاية سلبت المنافع كلها، هذا كان في المرحلة الأولى من باب التدريج، لكن لما تقرر عندهم أنها مذمومة وأنها ممقوتة وأنها لا يصلح أن يصلي الإنسان وهو سكران، عند ذلك زهدوا فيها وخفت وطأتها عليهم، حرمها وسلبها المنافع ولم يبقى فيها منفع. ولهذا لما جاء طارق بن سويد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت قال يا رسول الله إني أصنعها للدواء، قال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء، فلم يبقى فيها منفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت اليوم محاضرة في إذاعة القرآن، سمعت صاحبها يقول إذا قلت الحمد لله رب العالمين فشد على لفظة رب لأجل أن تشد على الشيطان، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فهذه مكالمة بينك وبين الله،
فهل هذه الألفاظ صحيحة يا فضيلة الشيخ؟ الكلام جاهل، الكلام جاهل. كثير من الناس الآن صاروا يخترعون عند أنفسهم أشياء يجتهدون فيها وهي ليس لها أصل، فلا أصل لهذا الكلام. والعجيب كيف يلاع هذا في الإذاعة، هذا العجيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي عم ينتسب إلى جماعة من المعتزلة ويقول بوحدة الوجود، وقد ناصحته وناصحه غيري، فهل أهجره في الله مع استمرار المناصحة له، حيث إني أخاف على أولادي أن يدس أفكاره بينهم، فماذا أفعل معه؟ كونه يقول بوحدة الوجود أشد من كونه يميل إلى المعتزلة أو يقول بقول المعتزلة. المعتزلة أخف من القول بوحدة الوجود، يعني وحدة الوجود كفر صريح، كفر صريح أقبح من كفر فرعون. فما دام أنه كذلك وأنت متحقق أنه يعتنق هذا المذهب، تبتعد عنه أنت وأولادك، ابتعد عنه أنت وأولادك. وإذا أثبت عليه أنه يقول هذا الكلام فلا يجوز تركه، لا بد من تطبيق الحكم الشرعي عليه إن كان في بلد يطبق فيها الحكم الشرعي. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.